توزن الفتحات. طبعا الله يعين قاعد يخبص اللي هو الفيس. طبعا مع الادت اللي تسويه في كل جهة راح يخبص عليك، يمكن احتمال يخبص عليك اللي هو الجهات الثانية، فانت كل ما تضبط هنا تروح ضبط في الثلاثة اللي بعدها. هو مو كل مرة يخربها، بس انت حاول تتأكد. يعني مثلا شوف، تأكد هنا، هنا ما صار في شيء. هنا مو مرة، بس ترفع هنا تعدل. هنا شوف الخشم تغير. أكثر جهات لازم تهتم لها اللي هي الخشم والعينين والفم، هذه أكثر جهات تهتم فيها، والاثنين برضو، لأنها هي اللي تحدد بالضبط الفيس. لأنه إذا عدلت شيء ثاني راح يمكن يغير، ما حيغير بقد ما يغير الاثنين اللي هم الأشياء اللي قلتها هذه. لما خلاص تيجي تغلق من اللي هو الإيديت في آخر صورة كده، خلاص خلصنا اللي هو تحديد الرأس. فيجي اللي هو حين آخر حاجة، طبعا نتأكد تروح هنا بالماوس، لما تلاقي علامة الماوس تصير زي كده تسحب اللي هو في الطرف اللي هو اليمين، بعدين تاخذ هذا وتودي لين هنا. لما يطلع السهم يصير هنا كذا، السهم اللي على اليمين يصير يودينا على الجهة هذه. يصير يمديك تحرك الصورة تشوف الموديل. طبعا هو لسه ما يشبهني مرة، لأنه لسه ما حطيت عليه التكستر. تيجي الحين اللي هو الفيس بلدر مرة ثانية، تضغط عليه، تنزل بعدين اللي هو للخيار اللي هو اسمه تكستر. فتروح زي ما قلنا اللي هو في تكستر، تروح تضغط على ايكوالايز كولر، بعدين تضغط اللي هو كريت تكستر. طبعا هنا يجي لك اللي هو الخانة هذه، هنا الخانة تضغط على الصور كلها اللي انت استخدمتها صح، عشان يصير يحطها على الفيس هذا. فتضغط اوكي، بعد ما تضغط على صح كمان، اذا ما عندكم هذه ما هي موجودة صح حط عليها صح، تضغط اوكي. بياخذ وقت الحين لين ما يحط التكسر. وكده صار عندي الحين اللي هو الفيس حقي في بلندر موجود. طبعا زي ما انتم شايفين في بعض المناطق التكستر حقها مو مرة مظبوط، هنا حتصير شو اسمه تعدل عليها يدوي. تروح على هذا اللي هو التكستر بينت من هنا، كانت اوبجكت، تروح تضغط على هذا وتخلي تكستر بينت.
تطلع لك اللي هو هذه الأدوات، نفس تقريبا اللي هو في الفوتوشوب. تروح تاخذ اللي هو اسمه كلون، وتعدل اللي هو تشوفه التكستر اللي ما هي زينة زي هذه، تضغط اللي هو كنترول تخليك ضاغط عليه، بعدين تضغط اللي هو كليك عادي، ننقل اللي هو هذه العلامة هنا عشان يصير هو يحفظ وينسخ من هنا. وهنا طبعا تتحكم في درجة اللي هو قوة اللي هو الحبر او اللي هو ذا اللي استخدمه، وهنا تغير اللي هو حجم الفرشة. فانا حكتفي بانها تكون صغيرة، وحخلي شوية هذا ناقص سترين، وابدأ اعدل اللي هو على التكستر من هنا عشان تخليها تصير تتساوى. طبعا لما تيجي شو اسمه تغير في اللي هو ترسم فوق اللي هو الراس، حاول انك انت تعطي الأولوية للي هو الحفر اللي زي كده. يعني حاول انك انت مثلا تضغط، مثلا تحط كنترول وتأشر هنا وتسوي تقفل شو اسمه باللون، حاول انك تقفل الحفر هذه. بعد ما خلصنا اللي هو اغلاق جميع اللي هو الفراغات اللي هو في الراس، وعدلنا شوية في التكسر، يمديكم الحين تشوف وتيجي هنا في هذه الخانة اللي هي في الشاشة دي، تضغط على فيو وتضغط تشيل اللي هو الصح من ديسبلاي تكستر باينت. الحين هذا اللي يطلع لكم هو اللي هو التكستر حق الموديل ده، عشان بس تشوفوا كيف كده حيطلع شكله. ف نرجع هذا زي ما كان. قبل ما نسوي الخطوة اللي بعدها، نروح نضغط على فايل ونسوي سيف للي هو الشغل حقنا. نسوي اللي هو تسميه هيد. طبعا انا مسوي هذا الشيء قبل، نسوي هيت الحين، نسوي سيف بلندر فايل، سوالها سيف. كده تمام. الحين نيجي نقفل الحين النافذة هذه، نسوي لها سحب من هنا ونوديها للجهة اليسار عشان تصير نافذة واحدة. نيجي الحين على اللي هو الاوبجكت مود، طبعا نحط زد، نضغط الحرف زد ونحط ماتيريال ريفيو عشان بس نشوف الشكل كيف النهائي. نيجي الحين الخطوة اللي بعدها واللي هي الشعر. نيجي اللي هو ويت بينت، لانه شايفين اول شيء الشعر كيف شكله مسطح مو مرة زين. ف
نيجي الحين اللي هو ال weighted paint، نضغط عليه. هنا نصير نحدد، طبعا خلينا نقص اللي هو مساحتها اللي هو الفرشة. طبعا الحين لازم نشوف وين مكان الشعر نرسم فوقه، فأنا الحين حرسم، نحفظ المكان هنا. نرسم من هنا، نلصقها. طبعا اذا انت جبت العيد في الخط، يمديك مثلا زي كذا، يمديك تيجي هنا على الفرشة وتضغط اللي هو سبت. احنا كنا الحين على دراو، الحين نروح على سبتراكت ونضغط، الحين نرسم عادي طبيعي، فكذا يشيل اللي هو الزوائد اللي احنا سويناها بالغلط. يعني مثلا انت لفيت، طلعت خط برا، رسمت رسمة غلط الشعر، فيمديك ترجع تعيد او تضغط كنترول زد اذا ما خاب الظن. شوف هي حتى كنترول زد ينفع. الحين نرجع نكمل. لا مودت مود. نسوي سبتراكت خفيف هنا، نرجع بعدين لدراو، نرسم خط. بعدين نرسم اللي هو نكبر الراديوس شوية، لا مو مرة، ونرسم اللي هو الراس. نقول خلصنا اللي هو تلوين الرأس، بس خليني بس أتأكد دبل شيك أخير. خلاص كذا طبعا يبالك تنتبه جدا اذا لونت الاذن، عشان الاذن لا تصير تطلع شعر، فانت يبالك تنتبه وتشيل الزوائد هذه. كذا يكون شلناها. نشوف الجهة الثانية. اي زوائد في الاذن نشيلها. نيجي الحين اللي هو
اوبجكت، بعدين نيجي لهذه العلامة، هذه شو اسمها particle properties، نيجي هنا بعدين نضغط زايد، بعدين تروح هنا تضغط اللي هي كلمة hair. طبعا حيطلع شيء زي كذا، بس انك انت روح انزل الين ما تلاحظ تشوف vertex groups، تجي هنا تضغط هذه، تضغط هذه اول جروب، بس يصير الشعر يطلع بس من الجهة اللي فوق.